فاميليا مول ووحدي مشافر. اليوم نسيني سي محمد بعد العيد ما جيش طلع عليا. تصوروا اليوم باش نعدي المول وحدي. إيمان 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 لا 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 فضلك عليكم سي محمد ديما بحذية بفريات دبو. عيدك مبروك. أهلا بيك. عيدك مبروك. عيدك مبروك إيمان. إيش حالك يا سي محمد؟ شحالك شحالك إيمان صافا لاباس عليك؟ الحمد لله. اليوم إيمان تصور أنت زعما نسيبوا حق الملح ونسيب الجو هذا ونسيب حبيباتنا والصبية والصبية نجري على البروموسيون هذه إيمان راني شنو هذا الكل؟ اليوم فما فرق كبير. إيمان تصوروا فما ياسر عباد سألوني عليك، ياسر عباد زاد بالحق عجبهم البرنامج نتاعنا، عجبتهم الحلقة نتاعنا. الحمد لله. عجبتهم لي برومو نتاعنا، هذه حاجة بالحق، فرحني ياسر أنا والأخت إيمان اللي ياسر عباد يستناو فينا إحنا سيرتو. ولاو يستناو فينا ويستناو في لافاريات نتاعنا وحكايات الفاليز نتاع تيتو. أي إيمان اليوم ما جبنالكمش الفاليز بركة، اليوم جبنا جهاز العروسة ويكم يا صبايا. والله شيء شرح أكيد باش أنت أكيد باش تقولي سوق اللي باش يبهتني أنا شخصياً، خاطر بالحق وليت اللي بيجي أبار فاميليا وليت مغرومة، نستنى كل جمعة سي محمد شنو باش يجيب لي أفار. إيمان هذايا راهو بروبوزيسيون جاتني من عند الحبيبات، والله حاجة ياسر فرحتني. بروبوزيسيون جاتني من عند كليونات قالوا علاش ما تعملوناش أوفر، ما تعملوناش كوفري نتاع عروسة. بالحق حاجة ياسر. العروسات والصبية تفرح بهم، لازم تفرحهم بالكدا. بالحق اليوم مش يفرحوا بيا الصبية، بالعكس الصبية وأمهاتنا زاد اللي يتفرجوا فينا، تحية لأمهاتنا الكل. تعرف إيمان 99% من البرنامج نتاعنا الكل تيلي أشا يتبعوا فينا نساء كبار، أمهاتنا وخالتاتنا وجداتنا. وبالحق حاجة ياسر تفرحني، بالحق حاجة ياسر تفرحني وحاجة ياسر زادة تسرنا إيمان. هذاك علاش اليوم كيما حكيت سي محمد طريقة التقديم نتاعك عفريتك أنت أحلى إيمان، يعيشك يعيشك. والله هذا كل بالتشجيع، راهو مانيش كرونيكور ولا مانيش مستانس بالتقديم، هذا كل راهو شجعوني به الحبيبات والحمد لله يا ربي. الحمد لله الحمد لله ولد الدومين وليد سعيد. إن شاء الله إن شاء الله إيمان. اليوم جبنا أوفر ياسر سبيسيال كيما نقولوا جهاز العروسة، يمشيش جهاز العروسة بركة إيمان، يجم سيرتو لذاك العباد اللي زاد اللي تخرج صيافي. تحيه للشيف رمزي. شيف رمزي فما اوفر ظاهر فيه مزيان برشا، ينجم يكون كادو دانيفرسير المرأة. اي شيف رمزي اغتنم الفرصه هذه. ايمان اليوم باش نعمر لك الكوجينه نتاعك، باش نعمر لك الكوجينه نتاعك بسيرفيس كامل 22 بيس. أي. 22 قطعه، فيه لي كوسكوسير، فيه لي تروا مرميد، فيه لي كويير، فيه كل شيء. هذا سيرفيس كامل، هذا وحده ايمان ب 499 دينار. يعني كي نشوفوا القطاع الكل لموهم بالسوم الاصلي يطلعوا 499 دينار. اللي حب وحده ب 499 دينار. بافار محمد قد ايه يطلع؟ مازال 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 الافار مع السيرفيس باش يجيبوا لكم زاده اللي هو الفور. سنة السيرفيس وحده 499 دينار. احنا نورمالمون نبيعوا فيه 499 دينار. ديجا اللي تبعوا فينا تو يعرفوا السوم هذايا. زاده عندنا الفور، الفور زاده هذايا الفور فيه زاده لي كولور. احنا اليوم قطرنا الفور على حد علمي 180 دينار. 199 دينار. 199 معناتها انت كي تحسب هذوما عندك 499 وتزيد نحسبوا توا اللي هو الفور ب 199 دينار. ومش نزيدوك ايمان زاده في الكوفري هذايا اللي هو سيرفيس نتاع الطاوله 22 قطعه نتاع 6 من الناس. في ستة من كل من كل من كل صحن، وفي هذه البلا فوالا هذا السيرفيس كامل، هذا وحده ايمان ب 199 دينار. معناتها شوف عندك سيرفيس، عندك سيرفيس ال 22 بيس، عندك الفور الوجين، هذا حاجه ياسر متطوره ايمان، والحمد لله كي نجح في تونس وحبته ياسر عباد، حاجه ياسر فرحتنا، هذا لا دوزيام اريفاج تو نجيبوه لتونس، ونزيدوا في الاوفر هذا اللي هو سيرفيس 22 بيس اميله، يعمر لك الطاوله نتاع 6 بيرسون، ومش نزيدوك ايمان اكثر حاجه ديجا يحبوها العباد هي الفاليز تيتو. والفاليز تيتو موجوده. ايواش معناتها نقول لك حاجه كهو. اي الالوان حسيتك متناسقه الكل مع بعضها، اختار لكم زهيزه عروسه على بزو. شو يا ايمان احنا ديجا عندنا لي كولور. ديجا وقت اللي العباد يطلبونا يعني حتى كي ياخذوا مثلا نقولوا احنا خذيو الباك هذايا الكل، ينجموا ياخذوا الكولور اللي هما حاجتهم. ينجموا يختاروا لي كولور، فما السومون، فما الروز، فما زاده النوار، يجي يلقى الفور في النوار،
زاد لي سيرفيس سويفون لي كولور ديسپونيبل نحاولوا باش يكونوا زاد كيف كيف مي ايمان لي كولور كلهم مزيانين فما زاد النوار يكون السيرفيس زاد في النوار يجي يكون زاد السيرفيس في الجري ويختار الفور في الجري والكولور بتاع الباليه زاد اللي حب عليه زاد موجود زاد نحاولوا زاد السيرفيس وفما زاد في الروج بوردو يجي يختار السيرفيس في الروج بوردو الفور في الروج بوردو الفاليز كيما اللي خلطتني توا خلطتني عليك زاد تيتو في الروج بوردو باليز ولا سيري 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 احنا سيري. باللغه سيري كامل احنا اكثر من هكا سيري كامل معناتها ايمان وقت اللي احنا نحسبوا 349 اللي هي سوم الفاليز ونحسبوا 199 اللي هو سوم السيرفيس هميله ونزيدوا نحسبوا الفور ب 199 دينار ونزيدوا نحسبوا السيري دو سامحني 499 الور لا يجينا في المليون و 249 47 حاجه كيما هكا معناتها شفت ايمان كي تاخذ بالقطع ما احنا اليوم ديما نشيخوكم باللافاريات ونشكر الباترون تاعنا اللي ديما يحب يشجعنا تحيه ليه يشجعنا في لي برومو يشجعنا في الزاده في التسهيلات اليوم ايمان طلع لي بافار ياسر مزيان انا حكيت له على الفكره قلت له اقترحوا عليها الساده المشاهدين بالحق الفكره هذه من الساده المشاهدين باهي الورا قال لي في عوض مليون و200 و50 مش يكون السيرفيس هذا كامل لوفر كامل مش يكون اليوم ب 999 دينار فقط ايمان يعني عندك ابري 250 دينار في جيبك مش تكون الفاسيليتي والله اول مره نعملوها اللي هي مش تكون على 10 اشهر افر ياسر ياسر مزيان للصبيه حق الملح لازم يدوم على عام كامل انت تحب تهدي كادو لحماتك ذكرت انت مرتك امان ديما ذكرها بكادو كيما هكا من عند الدب فما بيت بالحق قالت لي بالله سي محمد زيد عاود لنا البريزونطاسيون زيد ورينا كيفاش نعرفوا الباليز الاصليه راهو حصلنا باللي قلت لنا حصلنا انا اليوم جبت لكم فاليز فماش يوم واحد يروح في العيد سي محمد يروح على ثلاثة سوايع دي تغناش قعدوا يسالوا فيا كان على الفاليز نتاعك حومه كامله عرفت انا في بالي بيجيبوا لي طرف حلومه كل مره واحده تخبط تقول لي والله كلي فاليز ما يتكسروش يا امي دخلوا فيهم زوز كرام وما تكسروش باش نزيد نوريكم حاجه هذه فاليز قولوا لها ابيس ايمان انا نعرفها حيتني ولد صنعاء فوالا شوفوها حمراء من برا كي نحلوها من داخل مش نلقاو عندنا سلسله كي نحل السلسله مش نلقاوها نوار من داخل نعاود نرجعوا للنصيحة اللي أنا حفظتها على الأخر اللي كي باش تعرف الفاليز نتاعك تيتو اللي ما تتكسرش واللي يقعد عمرها طويل يقعد لون الفاليز اللي من برا هو بيدو اللي من داخل معناتها إذا كان حمراء من برا نلقاو من داخل حمراء هذيا لا حمراء من برا مي من داخل فوالا كحلة أنا مش نحطها إيمان فوق فاليز تيتو مش نحطها فوق فاليز تيتو مش نحاول إيمان اكزامبل ماشي نضرب لا حول ولا قوة الا بالله بالحق شوفوا هي فوالا اها فوالا كيفاش الفاليز نتاعنا هذه ايمان فاليز تيتو هذه ايمان الفاليز اللي هي تيتو فوالا باش نحلوها من داخل اكزامبل نلقاو نفس اللون اللي من برا هو مش نحلوها من داخل سامحوني مش نلقاوها كولور هو بيدو فوالا روز من برا روز من داخل نتصور حطو بالقديش معناتها الفرق ما بين الباليز اللي اوكي فوق باليز نتاع نضربوها زادا اي نحاولوا باش نضربوها يس يا سي محمد فهمناك يس يس كان كرهبة ما كسرتيش كسرها انت على كل ان شاء الله وصلنا المعلومه هذه بالكدا بالكدا دونك الفرق ما بين لابيس والبيبي انا فهمت لابيس والبيبي انت بيدك لازمك تفهم لابيس والبيبي وتشري الفاليز تيتو اللي باش يكون عمرها طويل وما نسلموش في الاوفر هذايا اللي هو مش يدوم لنا اليوم وغدوه سبيسيال مون سبت وحد في برنامج الفاميليا سبيسيال مون راهو الاوفر هذايا في برنامج الفاميليا حاولوا ما تفلتوهاش وحاولوا زادة باش تنتهزوا الفرصة هذه أكيد أيواش وتربوا وتفرحوا إنساكم وتفرحوا العزيز عليكم
يلا يا صبية، يلا يا حماويت، فرحوا كنايينكم، فرح انتي مرتك. اتصل على الرقم الموجود اسفل الشاشة باش تنجم تاخذ الباكيت اللي يوصلك حتى لباب الدار بسوم 999 دينار فقط. مش تكون عندك الليفريزون جراتويت كامل توره بالجمهورية والتقسيط 10 اشهر، والتقسيط على 10 اشهر ايمان، وهذه هي الفرص يا بلاش. ان شاء الله نتقابلوا في حلقه جديده مع الدبو في الفاميليا مول. مني لكم احلى تحيه. مرحبا بكم.